كريم احمد محمد، شغال في محل وقف شعر الازهر، متخصصين في قسم الاهرامات والحج والعمره وكده. في احرام جاري وفي احرام حريمي وحرام جاري. الحرام الجاري بيكون من كذا قطعه، الرداء والازار، في كباسين وفي بدون كباسين. في احرام بكباسين زي كده، قطعتين تحت والقطعه اللي فوق كباسين. تمام. ده جوه جيب، ده بكباسين، بيبقى فيه خامة خفيفة وفيه تقيلة. الأسعار بتتراوح من 220 ل 580. فيه خامة خفيفة، فيه تقيل، فيه وسط، على حسب الجو. في بدون كباسين زي كده، قطعتين تحت وفوق، الاتنين نفس الطول، 2 متر في 2 متر. تمام. في ستر العورة، بيتلبس أي مقاس، بيدي أي مقاس. في شباشب بلاستيك زي كده، صابات، في المفتوح زي كده. في الحزام بيتلبس الاحرام بدون كباسين عشان تحط فيه فلوس. وفي احرام اطفال، احرام اطفال، في شنط كبيره زي كده، وفي اشكال واشكال صغيره. في سبح زي كده، السبح وحاجات زي كده، بيشتري منهم السبح والسجاجيد قبل الحج او بعديها للهدايا، بدل يروحوا ويجيبوا من كتير من هناك، لا بيجيبوا من هنا، هنا ارخص. ده كده شغل مصري. سبح زي الاشكال دي بانواعها، وسجاد بانواعها، على حسب برضو ايه خامتها. ده الخاصص اللي جاري. الحريمي بقى في جاريب، في سروال، في قميص بسوسته، في حزام جلد، في شاش بلاستيك، في عبايات ابيض وفي الوان. الحريمي طبعا المدخلات عادي غير الرجالي، حاجات اعلى بكتير غير الرجالي. والاسعار برضو بتبدا مثلا من 60 لحد 1500 حسب النوعيه. ده كنا مصنعنا، تصنيع مصري، مصنعنا الحاجات دي. الاهرامات متخصصين في لبس الاهرامات، حريمي او رجالي. وتراوح السنتين اللي فاتوا عشان بسبب كورونا كان السوق طبعا مريح جدا جدا جدا. الفتره دلوقتي الحمد لله، الحمد لله الى حد ما احسن شويه. الاهرامات دلوقتي اللي عشان موسم الحج وكده بياخد من 1-2 عشان بدل يغسل ولا كده، لا بيبدل فيهم، بيجيبه اهوت دي قطعه اللي تحت تدي الحرام. بيبدا فكره، بيبدا مقاس، الحرام بيبدا مقاس. ودي قطعه اللي فوق، بيتلبس كتف اليمين عريان والشمال متغطي. ولما بيجي يتوضى بيكسر دي كده ايه فوق. طبعا احنا معروفين اللبس الحج اللي جاري مش متخيط، مش خياطه. وفي شاشه الجلد، شاشه الجلد معاهم، وده ما فيهوش خياطه. ده بقى احرام بدون كباسين، بيتلبس برده مقاس واحد، بيتلف عليه عشان الاحرام بكباسين جوه الجيب. لا عملنا له حزام زي كده بيتلبس عليه، ده مقاسات بيحمي يعني. ده كده جواه جيب، جيبين كمان، جيب هنا، جيب الناحية التانية. ده يعني ده لو بكباسين بيغنى عن الحزام، لو بدون كباسين بيجيب له حزام عشان الحرام بكباسين جواه جيب. الحرام عامة الجاري مقاس واحد كلها غير الحريمي، مقاسات. في